السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل، في يعني قرأت مقال قبل قليل بيتكلم عن موضوع فشل المشاريع الناشئة والصغيرة. وكثير إخواني الأفاضل زي ما أنتم عارفين يعني في نسب بتتراوح إنه نسبة الفشل قد تكون 70 60 80، وهناك نسب حتى نجاح يعني بحكي لك 80%. يعني أنت ما في أرقام دقيقة ونسب صحيحة يعني بتعطي مؤشرات عن نسب نجاح وفشل هذه المشاريع الناشئة. لكن احنا بغض النظر اخواننا الافاضل بنحكي عن سبب مهم جدا انه المشاريع هذه الناشئة ليش هي بتفشل. سبب رئيسي من اسباب هذا الفشل هو عدم وجود دراسة جدوى كافية لهذه المشاريع. للأسف أنه كثير من المشاريع يعني أصحابها يقبلوا عليها بلا تفكير، بلا وعي، بلا دراسة مسبقة للأمور أو دراسة متعمقة مفصلة، وللأسف يعني ما بيعرف أي فكرة عن هذا المشروع. مجرد أنه يعني ما يستحوذ فكرة المشروع أو تيجي عباله مثلا فكرة هذا المشروع، أو شخص يعني يلهم بهذه الفكرة فينفذها مباشرة ويبدأ بالتنفيذ وصرف الأموال الطائلة على هذا المشروع، للأسف لا يجدي النفع ويفشل في النهاية. طبعا إخواننا الفاضل بنقول أنه من أسباب الفشل طبعا، وهذه طبعا ما قاله مدير في هيئة الاستثمار في أحد الدول العربية، أنه موضوع دراسات الجدوى مهم جدا لكل يعني شخص يبدأ أو يود بدأ مشروع. عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل أنه دراسة الجدوى هذه لازم أنت تكون على وعي كامل بها، لازم أنت تعمل على إعدادها قبل بدأ مشروعك، لأنه هذه هي اللي حتخليك أنت فاهم مشروعك كويس، شو هو منتجك، طبيعته، الخدمة اللي بدك تقدمها، ما هي الفئة المستهدفة، شو خصائصها يعني من الناحية الديموغرافية، الاقتصادية، الدخل، الإيراد، القوة الشرائية وهكذا. ايضا الدراسة التسويقية، كيف انت بدك تسوق هذا المنتج وهذه الخدمة، بكون عندك تصور مسبق اخي الفاضل عن هذه الخدمة والمنتج، كيف بدك انت تسوقه، لمن بدك تستهدف، طب مين استراتيجية الليدر كوست، الكوست ليدرشيب، ام بدك تستهدف مثلا موضوع ديفرينشيشن ام الفوكس، فبدك تختار استراتيجية معينة وتشتغل عليها أخي الفاضل. عشان هيك بنقول لك إنه ضروري جدا تكون عندك دراسة تسويقية لتعرف فيها كل تفاصيل المنتج أو الخدمة اللي أنت بدك يعني تتبناها وتكون بزنسك الخاص. لأنه إخواننا الفاضل يعني ما يعني تبخل على نفسك بإنه أنت تعمل دراسة جدوى، لأنه هذه الدراسة يعني ممكن تكلفك يعني مثلا 200 دولار، 300 دولار، 500 700 1000 2000 10، لكن أخي الفاضل حتوفر عليك نفقات كثيرة جدا وأوفر هيد، أنت ممكن يعني هذه حتى التكاليف الإضافية أو التشغيلية ممكن أنت أخي الفاضل تتجنبها، وحتى كمان هناك ممكن أنت تساعدك على تقليل التكاليف قدر الإمكان. ليش؟ لأنه في خطة مسبقة ودراسة معمقة للأشياء، فبالتالي حيكون يعني الإنفاق عندك رشيد أو في ترشيد في الإنفاق أو الاستهلاك. عشانك بشجعك أخي الفاضل يعني إخواني الفاضل بشاهدني إنه تشوفوا على قناتي سلسلة دراسة الجدوى، هي سلسلة رائعة إن شاء الله، يعني هي تقريبا تحتوي على 4 حلقات. مهم جدا إنه أنت تشاهد يعني الحلقات هذه أو هذه السلسلة، هتكون نافعة لك وشافعة. وخلينا أحكي لك إنه أيضا قريبا حيكون في عنا إن شاء الله حلقة من 90 دقيقة هتكلم فيها عن دراسة الجدوى كاملة متكاملة. يعني لو أنت بدك ما بتعرف شيء عن دراسات الجدوى، احضر هذه الحلقة اللي بتكون 90 دقيقة، إن شاء الله حتفيدك إنه أنت تعرف تصمم وتعد دراسة جدوى من الألف إلى يعني الياء أو من الصفر، وإن شاء الله تكون هذه بداية رائعة لتأسيس بزنسك الخاص. وخلينا نشوفكم في يعني فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.